هذا وأدانت الخارجية الأمريكية أحكام سجن طويلة أصدرتها محاكم الثورة الإيرانية ضد العشرات من الطلاب الإيرانيين بتهمة مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد منذ نهاية العام الماضي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدين حكم النظام الإيراني على المتظاهرين الطلاب المسالمين بالسجن، وأضافت أنه لا ينبغي معاقبة الطلاب بسبب تعبيرهم عن آرائهم من خلال التظاهر السلمي، ويجب على النظام أن يحترم القوانين الدولية بهذا الشأن. وكانت 68 جمعية طلابية إيرانية انتقدت في بيان مشترك أحكام السجن الصادرة بحق العشرات من الطلاب المعتقلين من مختلف الجامعات الإيرانية، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.